ثم قال الله سبحانه وتعالى: القارعة. القارعة والغاشية والقيامة والحاقة، أسماء ليوم القيامة. سمي يوم القيامة بهذا الاسم، الله أعلم كما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لثلاثة أسباب. سمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أسباب: لقيام الناس من قبورهم، وقيام الأشهاد، وقيام الموازين. سمي يوم القيامة يعني بهذا الاسم لكم أمر؟ ثلاثة: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام الناس من قبورهم، ويقوم الأشهاد، قيام الأشهاد، الكل يشهد، الجوارح والأرض تشهد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قيام الموازين. ونحن نؤمن بهذا، قيام الناس من قبورهم، وقيام الأشهاد، وقيام الموازين. سمي يوم القيامة بهذا الاسم. وذكرنا أن أيام الإنسان كم؟ خمسة: يوم في العدم، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في الآخرة. لا، ويوم في البرزخ، ويوم القيامة هو اليوم الآخر. وبهذا نعلم ضلال من يقول انتقل إلى مثواه الأخير. هذا فيه إنكار البعث والنشور، وسيأتي معنا الآن قول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى إلى أن زرتم المقابر. قال: ليس الزائر بمقيم. وهذا فيه إثبات البعث والنشور، لأنه قال زرتم، دائما الزائر يبقى عندك، لابد يسافر. صحيح؟ نعم. صاح يودع أن القوم مرتحلوا. نعم. قالت: متى تضعني يا هذا؟ قلت: إما غدا، زعموا، أو بعد غد. يعني مسافر مسافر، اليوم أو بعد غد لا محال. فأمطرت لؤلؤا. نعم. طيب، الحاقة والقارعة لأنها تقرع القلوب، تخوف القلوب، أمر عظيم يا أخواننا. لابد من الإيمان بأشراط الساعة. صحيح. يا أيها الناس، من مؤمن وكافر ومنافق، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال يا أخواننا، من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، خروج مدعي النبوة علامة من علامات الساعة، وادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وغيره. إيه صحيح، تطاول الناس في البنيان. إذن لابد أن نتنبه لهذا، وخوفنا الله سبحانه وتعالى، وهذا يوجب منا العمل. القارعة تقرع القلوب. ما القارعة؟ هذا في تعظيم وتهويل لهذا الأمر، وأن هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وما أدراك يعني أدراه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بالقارعة. يوم يكون الناس كالفراش المرفوض. الآن تجد بعض الحشرات التي تكون يعني تأتي عند النار، تجدها تطير وهي طائشة لا تدري أين تذهب، حتى أحيانا تدخل في وسط النار. صحيح. فعندما يبعث الناس، يبعث الله سبحانه وتعالى الناس من قبور، يخرجون كهذا هذه الحشرات التي تمشي ولا تعرف إلى أين، حتى أن بعضها يسقط في النار. فخروج الناس يكون كخروج هذه الحشرات التي تخرج ولا تدري إلى أين تذهب، كالفراش المكتوب. هذه الجبال الرواسي التي يعني الآن إذا أرادوا إزالة شيء منها يستعملوا معدات ومتفجرات وكذا، وضرها تبقى، يعني تبقى يعني بعد هذا، ويعني تكون بمشقة شديدة حتى تزال. تكون هي تكون كالعهن المنفوش، كالقطن المنتشر في كل مكان، وتزول، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام.
فهذا أمر عظيم، حتى الجبال تزول. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى. قال وما هم بسكارى، تظن أنهم، قال وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن هذا من آيات الوعيد، لابد أن نخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وتتذكر هذه الأمور. فأما من ثقلت موازينه، فقلنا إثبات الموازين وأن الميزان حقيقي وله كفتان وله لسان كما ورد عن بعض السلف، والأصل أن الأعمال توزن، وقد يوزن العامل وقد توزن الصحف. فأما من ثقلت موازينه نسأل الله من فضله، فهو في عيشة راضية في الدنيا وفي الآخرة. وأما من خفت موازينه، كفار نسأل الله العافية والسلامة، ليس لهم حسنات حتى توزن، ولكن يقررون نسأل الله العافية والسلامة بسيئاته. وكما أن الجنة درجات نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فالنار نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة دركات. فعذاب الكافر ليس كعذاب المنافق، المنافق في الدرك الأسفل من النار. كلما ازداد في الكفر والعناد كلما ازداد العذاب عليه، نسأل الله عافية السلام. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، إما أنه يهوي في النار نسأل الله عافية السلام بأم رأسه، أول ما يدخل في الجنة يدخل برأسه، أو يدخل إلى قعر النار نسأل الله عافية السلام. ولهذا يعني جاء في قوله سبحانه وتعالى في أهل الجنة، حتى إذا جاءوها قال وفتحت أبوابها، في أهل الجنة نسأل الله من فضله، وفتحت، حدث شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لفتح أبواب الجنة. أما في أهل النار نسأل الله العافية والسلامة قال حتى إذا جاءوها فتحت نسأل الله العافية والسلامة بغتة وألقي في النار إلقاء. وهذا من الزيادة نسأل الله العافية والسلامة في العذاب. قال وما أدراك ما هي، هذا فيه التحذير وتهويل هذا الأمر، وعيد شديد. نار نسأل الله العافية والسلامة حامية أوقد عليها حتى اسودت نسأل الله العافية والسلامة. وبهذا يعني تمت هذه السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.